كلمات يصرع أبن الله خالق السماوات والأرض، وكتب في الكتاب المقدس كلمات الكتاب المقدس لمعرفة المزيد من كلمة الله. صلاة ومشاهدة واحد. ثم أنتم حذرين، لأنتم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. متى 25:13. الحفاظ على تعاليم الله إثنان لمن يعطى ويكون له وفرة، وكل ما ليس له حتى الذي هو الذي سيأخذ منه. متى 25:29. كن خادما مفيدا. 3. يلقي الخادمة غير المربحة في الظلام، سيكون هناك بكاء وغش الأسنان. متى 25:30. الاستعداد لعودة ابن الإنسان. 4. عندما يأتي ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة المقدسة معه، ثم أنه سيجلس على عرش مجده. متى 25:31. رعاية الفقراء. 5. عليك دائما الفقراء معك، ولكنك أن يكون لي دائما. متى 26:11. وقتنا الرب يسوع مع القلب. 6. أشعياء تنبأ جيدا منكم المنافقين، كما هو مكتوب: هذا الشعب يكرم لي مع شفتهم، ولكن مع قلبهم أنها بعيدة عني. مرقس 7:6. الاستماع إلى كلمات أتباع الرب يسوع. 7. فقال لهم: في البيت الذي تجلس فيه تلتزم به حتى تخرج من تلك المدينة، إذا لم يتلقوا لك في مكان ما ولا يسمعونك، أذهب من هنا فهز غبار قدميك لشهادة ضدهم. الحق أقول لكم أن يكون هناك تسامح أكثر في يوم حكم سدوم وعمورة من تلك لتلك المدينة. مرقس 6:10. 11. حافظا على وصية الرب. إله 8. ترك وصية الله والحفاظ على تقليد الرجال وغساء بارقة وأكواب والعديد من هذه الأشياء مثل هذه. مرقس 7:8. ما يخرج من الفم يعيب الرجل. 9. كل الشرور تنتقل من داخل وتند برجل. مرقس 7:23. المسيح الانجيل رسائل الكتاب المقدس. يسوع يجب ان ننتظر دورنا. 10. دع الاطفال يرضون اولى، لانه ليس من المناسب لهم ان ياخذوا خبز الاطفال ورميهم الى الكلاب. مرقس 7:27. يسوع يغذي شعبه. 11. أنا عاطفة على الجموع، كانوا معي لمدة 3 أيام وليس لديهم ما يأكلونه.